بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عز وجل في هذا الفيديو سأبين لكم نقطة مهمة وأمر مهم. إلى كل من يبحث عن دعاء مستجاب، إلى كل من يبحث عن صلاة مقبولة، إلى كل من يبحث عن الرزق ويريد أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه، إلى كل من يبحث عن الأبناء والذرية وتأخر ذلك عنه ويريد الله أن يرزقه بالذرية، إلى كل من تعسر عليه أمر أو تأخر عليه أمر من الأمور ويريد الله عز وجل أن يرزقه به، وإلى كل من يريد أن يصلي صلاة ويتأكد جازما أن الله تقبل منه هذه الصلاة. دعاء بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب، وصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مقبولة عند الله جزما دون أي شك. والحديث الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد في صحيح البخاري، لا شك في صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد ينام على طهارة ثم يتعرى من الليل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم يدعو الله بما شاء إلا استجاب الله له. شاهد هنا، فيدعو الله بما شاء إلا استجاب الله له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. دعاء عظيم وحديث مهم جدا، حديث مهم جدا لمن يبحث عن دعاء مستجاب وصلاة مقبولة. فهذا الحديث ثبت في صحيح البخاري فلا شك في ثبوته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد، لم يقل تقي ولم يقل ملتزم ولم يقل، قال: ما من عبد ينام على طهارة، أي يتوضأ وينام، فيتعرى من الليل. يتعرى أي يستيقظ أو ينتبه أو يفزعه شيء ما، أو يكون نائم ويرى منام مزعج فينتبه، المهم يكون نائم فينتبه ويستيقظ فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يدعو الله بما شاء إلا استجاب الله له. ثم قال: فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. دعاء مهم، وهذا ما يبحث عنه كل مؤمن وما يبحث عنه كل مسلم، دعاء مستجاب وصلاة مقبولة. إذا من يبحث عن دعاء مستجاب وصلاة مقبولة، أمر يسير وأمر سهل جدا على كل مسلم أن يتفطن إلى هذا الأمر وأن ينتبه له. عندما نذهب إلى النوم في الليل على المسلم أن يتوضأ، شيء يسير، يتوضأ وينام. فإن استيقظ في الليل وتعرى وانتبه أو فزعه شيء ما، فليقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو الله بما يشاء. فإن هذا الدعاء في هذا الموضع مستجاب عند الله، وسيستجيب الله لك جزما وقطعا، سيستجيب الله لك بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلام، وإنما هو وحي من الله عز وجل. فإن دعوت الله في هذا الموضع سيستجيب الله لك قطعا. فإن قمت وتوضأت وصليت فصلاتك مقبولة عند الله عز وجل. بارك الله فيكم. لمن يشاهد هذا الفيديو انشر هذا الفيديو وأرسله إلى أحبابك وأصدقائك، وابدأ بأهلك، إخوتك وأباك وأمك وجيرانك، وانشر هذا الفيديو من باب الدعوة إلى الله ومن باب تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجيم للفيديو. بارك الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.